أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل يستخدم الجن في العلاج ويسميهم الشيوخ، ويقول إنني لست بساحر. شيوخه هو صحيح، هم شيوخه اللي تلقى عنهم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. هذا من هذا النوع، هم شيوخه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.